مجموعة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في هذا الملف. فشلت كافة محاولات الحكومة المعينة من الرئيس الفارهادي في السطو على 3 ملايين برميل نفط تتواجد في ميناء الضبة النفطي منذ العام الماضي وبيعها لحسابها دون توريد عائداتها إلى البنك المركزي اليمني. واعتبر البنك والصندوق الدوليين مطالب بن دغر بالجنوبية والغير المنطقية، واصفا ذلك الاتجاه التي تطالب به حكومة بن دغر غير الشرعية، والرئيس الفارهادي بمثابة انفصال مالي خطير يتهدد الوحدة الوطنية، ولن يحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها حكومة بن دغر بعد أن تخلى عنها تحالف العدوان ماليا، وإنما قد يضاعف مشكلة الاقتصاد الوطني برمته. تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتكبد البورصات الخليجية والعربية 8.84 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية، وجاءت السوق السعودية في صدارة الخاسرين بعدما فقد نحو 2.8 مليار دولار، ثم بورصتي دبي وأبو ظبي بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة القادمة، 10 مليار دولار في ظل ارتفاع البيع وتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات قاسية. أكدت الصين أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة على الرغم من أنه تجاوز آثار الأزمة المالية عام 2008، وطالب وزير التجارة الصيني قاو هو تشينغ في اجتماع مجموعة 20 في شنغهاي الدول الاقتصادية الكبرى بأن تقود العالم لمعالجة تباطؤ التجارة العالمية والنمو البطيء للاقتصاد العالمي. كما طالبت مجموعة 20 الاقتصادية الاقتصادات الكبرى على إجراءات لتعزيز التجارة العالمية وخفض تكاليف التجارة وزيادة تنسيق السياسات وتعزيز التمويل زيادة النمو. أكد البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 12.37% في يونيو الماضي مقابل 12.23% في مايو الماضي. وقال المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.74% في يونيو مقابل ارتفاع بنسبة 3.15% في مايو. وقال الجهاز إن معدل التضخم سجل زيادة شهرية بنسبة 0.8% في يونيو الماضي بالمقارنة بشهر مايو السابق عليه. وتتوقع بنوك استثمارية مصرية أن يواصل معدل التضخم ارتفاعي خلال الشهور المقبلة في ظل اعتزام الحكومة المصرية إقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.